مع تواصل الاعتداءات الوحشية اللي بينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، البعض بيتساءل عن دور منظمات حقوق الإنسان. من اللي بيحصل في غزة بعد ما أهدرت إسرائيل كل المواثيق والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان وابتدت فعلا تبيد وتقتل الأطفال والنساء؟ معنا على التليفون الأستاذ عصام شيحة، وهو رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. صباح الخير عليك يا فندم. أعتقد أنه تساؤل مشروع جداً لكتير من الناس، فين المنظمات حقوق الإنسان العالمية؟ فين المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ فين البرلمان الأوروبي اللي كان يدوب قبل هذه الأحداث مطلع بيان بيتكلم فيه عن حقوق الإنسان في مصر؟ خلينا أقول لك أنه منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية اهتمت منذ اللحظة الأولى في الأحداث الكتام اللي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن هناك فارق بين المنظمات المحلية والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية. خلينا أقول لك الأول أن المنظمات الدولية أدانت ما يحدث، لكن مش بنفس النظرة ولا بنفس السياقة ولا بنفس القوة اللي أدانت بها الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هتلاحظ أن هناك فرق في الإدانات، في الألفاظ، في رؤيات، في توجيه الاتهامات. يعني أغلب المنظمات كانت بتتحسس كلماتها وبتتحسس بياناتها وهي توجه اللوم للجيش الإسرائيلي أو للحكومة الإسرائيلية. على الجانب الآخر هتلاحظ أن المنظمات العربية والمنظمات الإقليمية والمنظمات المصرية كانت شديدة العنف في توضيح الاتهامات والجرائم اللي ارتكبها الجيش الاسرائيلي. كان واضح جدا ان احنا بنتكلم عن جريمه التهجير القسري. وليه ركزنا على جريمه التهجير القسري؟ لانه احنا شفنا تدخلات من جانب المنظمات الدوليه ومن جانب الامم المتحده في انه لما فكرت الدوله المصريه انها تنقل المواطنين من الاماكن العشوائيه الى اماكن صالحه للسكنه، اعتبروا هذا تهجير قسري في الوقت اللي تغفلت فيه المنظمات الدوليه بشكل واضح عن وصف ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه من انه هو تهجير قسري، على الرغم من المطالبات الاسرائيليه الواضحه في تهجير اهلنا في غزه الى الحدود المصريه او الحدود الاردنيه. على الجانب الاخر هم شافوا على الهواء مباشره، ما كناش محتاجين ان احنا نوثق، يعني التوثيق واضح على الهواء مباشرة في جريمة الإبادة الجماعية وضرب المدنيين. طبعا. لدرجة ان احنا تجاوزنا الرقم اكثر من 3000 مواطن فلسطيني، اغلبهم من الاطفال والسيدات. جرائم الحرب كلها تبقى لاتفاقية جنيف الرابعة ارتكبتها اسرائيل في الاراضي المحتلة، جريمة العدوان ارتكبتها اسرائيل في الاراضي المحتلة، مارست كل اشكال العنف والعنصرية. لكن أنا مش عايز أتوقف فقط عند المنظمات الدولية، لكن يبدو للرأي العام العالمي اللي تغير بشكل كبير في الوقت الراهن ضد حكوماته إن مش فقط المنظمات الدولية هي اللي كانت بتتحسس كلماتها. إحنا شفنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستخدم عبارات شديدة جدا وتمتنع لأول مرة. الاتحاد الأوروبي اللي بيوجه لنا الاتهامات في قضايا صغيرة وانتهاكات بسيطة، إن هم كانوا بيشجعوا المعتدي بصفة مستمرة على ان هو يزيد من عدوانه. فدي المرة الأولى منذ سنوات طويلة انه ما يتمش اتفاق دولي على وقف اطلاق النار. المعروف في كل دول العالم بمجرد ما يحدث كلاس ما بين دولتين او ما بين عنصرين انه اول مطلب مشروع، خاصة لو ان المدنيين هم اللي بيدفعوا الضريبة. الناس شايفة شبح الموت على الهواء مباشرة بيهدد سكان غزة، ومع ذلك المنظمات كانت تدخلاتها، المنظمات الدولية كانت بياناتها ضعيفة لا تتجاوز أهمية الحد. لكن ده كله مرتبط بأنه الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية، وفي نفس الوقت دول الاتحاد الأوروبي تدعم إسرائيل وتطالب بحقها المشروع في إبادة حماس. الأزمة داخل إسرائيل شديدة جدا، أنه عدد كبير من الوزراء بيهدد بالاستقاله وبيطالبوا نتنياهو بالاستقاله على اعتبار ان هو فشل. ومع ذلك هنلاقي انجلترا وفرنسا والمانيا وامريكا بيدعموا نتنياهو. احنا علينا ان احنا هذه الصوره
احداث غزه كانت احداث كاشفه، احداث كاشفه بتؤكد انه الدوله المصريه دوله حكيمه ودوله حازمه ومسالمه وقادره على المساهمه في حفظ الامن والسلم الدولي. دوله بتحفظ التزاماتها وعايز اقول انه احداث غزه كشفت امرين غايه في الاهميه. الامر الاول هو الكيل بمكيالين في المنظومه الدوليه. الامر الثاني ازدواجيه المعايير بشكل كبير، ليس فقط لدى الدول ولكن لدى اغلب المنظمات. ففي الوقت اللي الاتحاد الاوروبي بيفشل في التوافق حول هدنه انسانيه، نجد انه المانيا اللي عانت بشكل كبير جدا من اليهود ودفعت ضريبه قاسيه، هي والنمسا هم اشد الدول دعما. طيب ده يخلينا نسال سؤال، الدور اللي المفروض تقوم بيه منظمات حقوق الانسان، هل منظمات حقوق الانسان دورها يتجاوز التوثيق ودورها يتجاوز اللي بيحصل او نقل ما يحدث من انتهاكات للمدنيين، ولا ممكن دورها يتجاوز ده بانها عندها من القدره على التاثير غير بقى استخدام الراي العام، يعني انها تقدر توقف بشكل او باخر ما يحدث من انتهاكات؟ عايز اشكرك يا منى على السؤال. خليني اقول لك بوضوح شديد، المنظمه المصريه لحقوق الانسان اللي بتشرف رئاستها، احنا منذ اللحظه الاولى جمعنا ووثقنا عدد كبير من الانتهاكات واعدينا عريضه لتقديمها للمحكمه الجنائيه الدوليه، بتشاركنا فيها عدد كبير من منظمات حقوق الانسان المصريه والعربيه والدوليه. على الجانب الاخر، المنظمه العربيه لحقوق الانسان واللي بشرف بعضويه مجلس ادارتها تقدمت بشكوى مباشره لل المسؤول عن حقوق الانسان في الامم المتحده. فاحنا لم نترك سبيلا او طريقا الا واتخذناه لكشف وفضح الانتهاكات الاسرائيليه في الاراضي المحتله، وده ربما اللي ساهم بشكل كبير في تغيير الراي العام العالمي. احنا في بدايه الازمه كنا بنتساءل اين الضمير الانساني حول العالم، وكنا بنامل انه يستيقظ الضمير الانساني حول العالم. انا شايف ان في تغير كبير بسبب ما قدمته منظمات حقوق الانسان المصريه والعربيه والدوليه للراي العام العالمي، وده غير، وده كان سبب رئيسي من انه اثر على الحكومات اللي بدات تغير رايها وبدات تطالب بوقف اطلاق النار او ادخال المساعدات او تاكيد انه ما حدث من اسرائيل يخالف كل الاعراف الدوليه. ويكفي ان اقول لحضرتك النهارده ان نيويورك تايمز النهارده في صفحتها الاولى بتاكد انه فيديوهات قصف مستشفى المعمداني بيكذب روايه اسرائيل، وبيأكد انه الصواريخ جت من الجانب الاسرائيلي ما جتش من الجانب عظيم من جانب غزه. طيب. كل ده منظمات حقوق الانسان بتوثقه وبتعرضه على الراي العام العالمي، وبتقدم بيه للمحكمه الجنائيه الدوليه وبتقدم بيه للامم المتحده. وانا اتصور ان ده دور رئيسي ودور مهم جدا، لانه بيغير من المفاهيم وبيضع الامور في مصافها الصحيح. طيب حضرتك قلت انه اللهجه مختلفه شويه في ادانه ما يحدث ما بين روسيا واوكرانيا في ادانه ما يحدث حاليا في قطاع غزه، هل ده معناه ان هذه المنظمات مسيسه؟ وان كانت مسيسه، هل من الممكن احنا نعول عليها مستقبلا؟ شوف يا استاذ محمد، المنظمات الدوليه اغلبها مرتبط بدول ارتباط وثيق، لكن احنا بنسعى قدر المستطاع ان احنا نستثمر هذه المنظمات في دعم ومسانده القضايا الحقوقية وقضايا حقوق الإنسان. إحنا مدركين إنه في ازدواجية في المعايير، مدركين إنه منظومة حقوق الإنسان تستخدم في بعض الأحيان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، متأكدين إنه بعض المنظمات بتبقى مدفوعة دفع للهجوم على بعض الدول أو بعض المواقف، ومع ذلك إحنا بيبقى لدينا حرص بحكم إن إحنا حقوقيين على إن إحنا لا نوجه إدانة مباشرة للكل، لكن بنقول إن بعض المنظمات لا تلتزم لا بالمواثيق الدولية ولا بالاتفاقيات الدولية ولا بالأعراف الحقوقية في تغطيتها للأحداث، وشفنا ده بشكل واضح جدا. عشان كده مش المفروض ناخد ما يتم رصده كده من غير ما نراجع اللي بيحصل، ومن غير ما ناخد التصريحات المختلفة من كتير من المنظمات اللي قد تكون بتعمل لأغراض مختلفة عن الأغراض المعلنة وهي حقوق الإنسان. كل الشكر لعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.